اليوم نحن رياضيين درع الفرات بالكامل، وتضامنا وكل واحد كمل مع فريقه مع نادي وشكلنا أندية، وشكلت فكرة دوري تصنيفي لدرع الفرات ومن مؤلف من 27 نادي. نحن نادي بزاعة، وفي يعني نادي من شرق الفرات، من نادي الباب، نادي الجيش، من الغوطة، يعني فرق منافسي، وفي فرق قوية جدا جدا، وطاقم تحكيمي كمان من حمص ومن شرق الفرات أيضا.